تابعونا في قناة دلبو فوت وما تنسوش تفعلوا الجرس باش توصلوا بآخر أخبار الكرة المغربية وباش تستمتعوا بالتحليلات ديال أبرز المدربين والصحفيين في المغرب. أسامة، بالنسبة لي يعني بعض الصريحات كانوا يعني كان خدا من عندهم على الإعلام الجزائري مع كامل الأسف، وتبعتهم يعني كيفاش بعض المرات. لا لا أنا تبعت واحد الحلقة بشي ضحكو زعما تضحكو بزاف زعما كل صراحة الزعلية الزعلية زعما داك الشيء اللي تيقولوا النصارى لو ريديكول نو تيب با سيغيتي ريديكول باش فوز يقجع يغلط في ميسي واش أرجنتين ولا كولومبي راه حشومة فوز يقجع من المحبين الكبار ديال سي بارسلون والمحبين الكبار ديال ميسي راه عارف التاريخ ديال جد ميسي وديال نسيب ميسي وديال نسيب ميسي دونك إلا كان عنده سهوة لسان وقال كولومبي فاوت أرجنتيني حشومة ربما تكلم هو على شي على مباراة على شي حاجة حشومة بس يضحكوا كي 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 عرق كي 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 صافي دو فريمون عقدهم بزاف وصلت العقدة للماكسيموم صافي وصلت العقدة للماكسيموم أنا ماشي ندافع عليه أنا ما احتاجيش ندافع عليه في هاد لافير ولكن تنظن وتنقول إخواني الجزائريين زعما تنلونسي هاد الميساج تعرف انا متبعين لي باش يسبوا شويه وهذا تقول لهم وقع واحد هاد السنه خصوصا هاد السنه كاين بزاف ديال الجزائريين اللي نصاغوا مع الصحافه الرسميه ديالهم وبداو اما تيفكروا في شي حاجه اما تيكذبوا على راسهم ولا تقوم داك الشيء بان كيف المغرب وفي الحالتين تيضحكوا على راسهم ويثيقوا بي اخوتي الجزائريين وتقول خوتي زعما بارك من الوليدي بارك من البسالات ومن البهلان ومن العابات نقولها بالدارجه انا البهلان زعما ما خش الواحد يكون نابغه باش يشوف بان المغرب بزاف المجالات زعما خدا سنين وزين على الجزائر هذا لا يعني بان تنجطر عليهم بالعكس انا المبتغى ديالي هو مغرب عربي كبير وفي المستوى العالي انه هو السبيل الوحيد باش الشعوب كلها تظهر وتقدم وسوق في هذا المستوى يكون كبر ما عندناش نبقاو نكونوا ريديكول دابا دابا تتوصلنا بزاف ديال الرسائل نصيام عند الجزائريين تضحكوا لي وتعزوا عليا بنفس الوقت تقولها بكل تواضع وبدون خلفيه وحق الله بدون خلفيه نعم واضحه الامور وكيف ما قلت لك يعني جميع داك الحوايج اللي تكلموا عليها كلها يعني ما كتوصلش مستوى انه حتى النقاش ولا ما عرفتش كيف وصفت انت وصفتي احسن وصف هو انه داك الشيء لا يليق وكيخليك انه بنادم يبقى فيك ويعز عليك كيف ما قلتي تابعونا في قناه دلبو فوت وما تنساوش تفعلوا الجرس باش توصلوا باخر اخبار الكره المغربيه وباش تستمتعوا بالتحليلات ديال أبرز المدربين والصحفيين في المغرب.